اليوم الاستكشافي الذي نظمته نفطال لصالح أطفال العمال العاملين بها بدأ من هنا، أين تقرب الرئيس المدير العام لنفطال السيد عبد القادر شافي من الأطفال ليعطيهم إشارة انطلاق الحافلة التي ستتوجه بهم إلى عدة منشآت تابعة لنفطال. مؤسسة نفطال تنظم يوم لأبناء عمال المؤسسة، وذلك لتقوية العلاقة بين المؤسسة وعمالها بصفة عامة، وخاصة فيما يخص شريحة أبناء العمال، شريحة الأطفال الأبرياء، اللي باش يعرفوا الظروف اللي يخدموا فيهم الآباء والأمهات تاعهم، وهذا لتقوية العلاقة وتوطيدها بين عائلة عمال المؤسسة والمؤسسة. أطفال في عمر الزهور كانوا كلهم حيوية ونشاطا، والأكثر من ذلك فضولا لمعرفة وجمع أكبر كم من المعلومات عندما حطت بهم الحافلة بمركز تحويل السيرغاز بوادي السمار. كما كانت لهم الفرصة لزيارة مركز تعبئة قارورات غاز البوتان بسيدي رزين، أين تلقوا شروحات حول الاستعمال الجيد للقارورة لتفادي حدوث أي كوارث. هذه هي قارورة الغاز. هذا لازم يكون، فما يكونش عندنا تسرب تاع الغاز. آخر نقطة كانت من محطة خدمات نفطال بالشراقة، أين كانت الفرصة للأطفال للتعرف أكثر على الخدمات التي تقدمها المحطة للزبون الكريم. بين نقطة وأخرى كانت ملامح الفرحة والاندهاش على وجوه الأطفال لأنهم تقربوا أكثر إلى عالم عمل أوليائهم. اليوم ادونا شركة نفطال اللي نشكروها من كل قلبنا، ونطلبوا يعني هما قدموا عرفونا بحاجات ما كناش نعرفوهم، ميما يعني اندهشنا كل ماشي غير حنايا، كل البنات كل الدراري اندهشوا من الحاجات اللي ما كانوش يعرفوها. نشكروا نفطال بانهم داو دارونا فيزيت كما هذه اكسبسيونيل غوماركاب هايله، وثاني الشكر كامل يكون لكل المنشطين والمنشطات، ونتمنى لهم التوفيق في عملهم، وان شاء الله يكملوا في هذا الميدان تاعهم باش يفرحوا الدراري الصغار. شركة نفطال على هذه الرحلة الممتعة التي تعلمنا فيها كثير من الأشياء المدهشة، مثل الغازات وأنابيب الغاز والبترول. أشكر شركة نفطال لأنها أحضرتنا إلى هنا مع جميع الأولاد والبنات، لقد استكشفنا أشياء كثيرة لم نكن نعرفها. السلام عليكم، نشكر مؤسسة نفطال على الفوائد اللي وراوهم لنا، ونشكر الموظفين اللي علمونا كيفاش نعملوا القارورة تاع الغاز، نعملوا القارورة تاع الغاز وشنو هي المخاطر تاع القارورة والفوائد تاعها. نشكر نفطال كي دتنا لهذه الخرجة وكلتنا واستمتعنا بزاف وتعلمنا بزاف الفايس. شكرا. نشكر نفطال على كاع واش علمونا، وعلمونا حاجات جامي ما عرفناهم على الغاز وعلى شحال من حاجة، والرحلة كانت منيحة. عليكم نشكر نفطال على هذه الرحلة اللي علمونا فيها ووراونا فايس كيف نعمروا الغاز والطنف بدلوا الزيت وليسونس والبترول. هذا اليوم الاستكشافي ما هو إلا دليل على أن نفطال تبذل قصارى جهدها لتضع أطفال العمال في الصورة حول طبيعة عمل أوليائهم، ولتمكنهم من التقرب أكثر إلى العائلة الثانية التي ينتمي لها أولياءهم.